يعني القسم اللي كنت داخله فيه كانوا كل ما شاء الله، كنت انا اضعف واحد. ابسط شيء هذه احكام النون الساكنه والتنوين ما كنتش نعرف، كل صراحه ما كنتش نعرف، وكانت استاذتي يعني من الاوائل، والقسم كل ما شاء الله، حتى اللي مشي حافظه عندها نصف، وكاينه اللي كانت خاتمه، وانا اول مره كنت شاهد. صح هي نقولوا في القسم كنت نقرا فيه كانوا ما شاء الله معايا، كانت عندي صح واحد الاخت هكا مهم، هي اللي كانت شغل ضدي اصلا ان نحفظ القران، قالت لي اصلا انت معناتها مش كيفهم، ماكش ذاك، على راكي داخله اصلا في قسم ممتاز ومع هذا ماكش راح توصلي. انا من هي من كلامها انه ما راح نوصل، انا الحمد لله وصلت.